عشان عبد الحسين يتعلق. شفت حقه؟ هو 70 يورو. شايف محضر؟ ليش عم بيطلع طلع بين البلور ولا هي السلاحف؟ شو تحقق الزلحفين؟ 199 يورو. هي 99 والكبيرة حق 550. طبعا بدها رخصة كمان، ممنوع ممنوع، بدهم صورة عن الهوية ورخصة انه الشخص مسموح يقتني هذا الزلحفة. هي بدها رخصة، هون حيطين 150 حيطين انه ممنوع حسب. طبعا كمان في له قوانين انه لازم تنوسم بس يتجاوزتوا لحجم معين لازم تنوسم بشريحة الكترونية. هاي الافعى، دول من الافاعي. هاي البيتون، بيتون ملكية حق 60. في والله اسعار كمان كلها بتختلف حسب حجمها، حسب 160 140 280. شايفين في لون الوان. هذا كمان نوع تاني من السلاحف. سبحان الله راح يتخبى، شافني راح يتخبى. في له مثل هيك حردبة، يعني ما هو ساوية مثل السلاحف المائية اللي بنعرفها، وأنفه أفطس. فهون هي في تيار، عاملين له مثل تيار. سبحان الله. هاي السلاحف التقليدية المعروفة. هون فايتين كمان. هاي اكواريوم كمان، شوف شو منزينينه مشان كني بدي اقرب موعد الاحتفالات، بقربت الشتوية. هذا واحد تاني، اشكال الموديلات كتيرة. شوف هذا هون الاسماك. هذاك بحري، هذا نهري. 72 مو بحرية. سبحان الله على هذا السمك كمان، شلون مبينة بس كل أحشائه مبينة. هذول أكبر بكتير. هاتين اسمها ديسكوس، 100 يورو. هذا الاكواريوم عاملينه كان شغل اطفال،
الأغذية طبعا في كتير حشرات مشان الحيوانات التانية والزواحف، طبعا خاص بالزواحف. وفي هذا مثل نوع من النباتات غني بالفيتامين كمان، مثل ما مفتوحة 6 يورو. في تحت كمان مثل مستنبت بيستخدموا، بعض بذور بيستنبتوها كمان حتى يغذوا فيها الزواحف. في بلوك كمان طبعا هدول هن الألعاب. هاي الألعاب تبع الببغاء اللي حكينا عنها، هاي البلوك تبع الكالسيوم، هدول أنواع البياضات للعصافير الحب وغيره. هاي المنتجات كمان مشان الحشرات، أنواع مختلفة من البذور والخلطات. صورتهم قبل وقت كانت زيارتي لأنه شايفين في ماركات مختلفة، أنواع مختلفة للعصافير، في بروتينات للعصافير. هاي الباتيه بالفاج، دايما الباتيه بحطوها بعد موسم التكاثر، يعني بعد ما بس تبلش الأنثى تغر الفروخ بكترولها من هاي الباتيه مشان تسهل عملية تغذية الصغار. مثل ما شايفين هذا كمان لغر الفراخ، نوتري بيرد. هذا بهم كتير المنتجين طبعا، نوتري بيرد A19 و A21 مرسومين كله، يعني شايف هون مرسوم الامازوني والكاكاتو، هون مرسوم الجري دو كابون والياسانت. طبعا هدول هن الاسعار. هون ماركات تانية، نوتري بيرد في عندك الجي نعم كستان بي 15 للببغاء، في عندك البي 14 للبيروش بيجو البيتي بيروش، وهون للجون بيروش احيانا حسب كل واحد وله تركيبته حسب حجم الحبيبات. هون شايفين ملونه صغيره، وهون اسماك طبعا بروشور فيه كل تفاصيل. هاي بلوك مينيغال اللي كنت احكي عنه كمان، حطوا بحدائق الحيوان كمان بيستخدموا كتير الطيور، ينصح فيه، كنت حطه كمان لفتوش. هذا كل شيء لليوم، إذا عجبكم الفيديو اعملوا لي سبسكرايب لحتى يصلكم كل شيء جديد. شكرا كتير لكم.